السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. ثم هذا الصيام هو كي يوجب على المسلم يكون بالغ، يعني أن لك صغير قبل حصول البلوغ هذا ما عليه الصيام. والعلامات ديال البلوغ هو بالنسبة للولد أنه إنبات الشعر. الولد الصغير عنده 12 عام 13 عام كنلاحظوا بأن عنده إنبات الشعر في الإبط ديالو في العانة ديالو، هذه علامة على أنه بلغ. أو أنه نزل منه الماء، ماء المني بشهوة، هذا يدل على أنه هذا الصغير بدأ يبلغ مبلغ الرجال خاصو يصوم، قد يكون 12 عام 13 عام. والبنات كيصوموا قبل، كاين البنات اللي كيصوموا على 9 سنين على 10 سنين لأن البنت دمها سخون. والعلامة ديالها كذلك وهو وقوع الحيض، البنية كتشعر بالحيض، فاللي كان ما فيش هذه العلامات لا يصوم، لأن الطفل الصغير قال عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم عن الصغير حتى يبلغ. ثم كذلك خاص يكون مسلم وبالغ وعاقل، خاص يكون عاقل عنده العقل. إذا كان شي واحد لا قدر الله مجنون أو كان معتوه أو كان مخرف، هذا ما مكلف، غير مكلف، لأن مناط التكليف هو العقل، خاص يكون إنسان عاقل وكيفهم وكيميز. أما إذا وقع له جنون أو خرف هذا لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، منهم عن المجنون حتى يعقل. ثم يكون مسلم وبالغ وعاقل ويكون قادر، لأن غير القادر لا يصوم، غير القادر هو العاجز، هذا ما عليه الصيام. وهذا العجز قد يكون طارئ، إنسان ربما كان صحيح، كان بخير وعلى خير، واحد اللحظة وقعت لي حادثة أو وقع لي شي واقع من المواقع وصار غير قادر عاجز، هذا غادي يفطر، ولكن سوف يقضي بعد أن يتجاوز هذا العجز الطارئ. أما اللي عنده عجز دائم، يعني مريض مرض مزمن، ولا هو كبير السن، امرأة كبيرة أو رجل عجوز أو شيخ كبير، هذا ما عليه، هذا عجز دائم، هذا فقط سوف يفدي عن كل يوم يفدي. الأطفال الصغار ملي كيبغوا يصوموا هو في الأصل خصنا نعلموا وليداتنا الصيام ونعلموهم الصلاة، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الصلاة هي ركن أساس من أركان الدين، كنبداو نعلموا الأطفال الصغار ديالنا الصبية، نعلمهم الصلاة أولا على سبع سنين بالكلمة الطيبة، ونحرصوا على التقليد أن يقلدوننا في الصلاة، كنعلموهم خطوة ثلاث سنوات لسبعين حتى لعشر سنين. عشر سنين هنا كنبدأ نتعلم مع الأولاد الصغار، ماشي بالتقليد كنبدأ نتعامل معهم شوية الخشونة، لأن الإنسان خصو شوية الشدة باش يفيق، باش يكون محفز. واضربوهم عليها لعشر. وكان الصحابة رضي الله عنهم كيعلموا ولادهم الصيام والصلاة، واللي كان مقدرش كيعطوه اللعاب يتلهى بها، كيبقى يلعب بها حتى يقدر أنه يبدأ يصوم ويصلي. هذه لابد من النشأة، هذه كتسمى النشأة الإسلامية. وكان ناخذ وليداتي معايا للتجمعات، واحد التجمع ديال أهل القرآن، أمسية قرآنية، صبحية قرآنية، جلسة إيمانية، كناخذ معايا الوليدات. أنا كنفرح كثير ملي كنلقى في الشارع غادي واحد الأسرة، غادي الزوج والزوجة وليداتهم، غادي للجامع، ولا غادي للمركب الثقافي، ولا غادي لواحد التجمع ديني، يعني كتحس بأن الأسرة كتربى على هاد القيم، راها مهمة للغاية، لأن الأسرة اللي فيها هاد الصفات غادي تكون في مأمن عن المصائب اللي كتسننا بعد المراهقة. الأولاد راه كيتصابوا بجنون، كيتصابوا بحمق، كيتصابوا بفوران عاطفي، كتجيهم مراهقة قوية،
كاين اللي كيدخل لك الفيلم ديال العشق والهيام ويدير لك مصائب، وكاين اللي كيدخل المخدرات وكاين، لكن اذا ربينا من الاول على هاد الاسره، الام والاب كيمشوا للمساجد، كيمشوا للاذكار، كيمشوا للتجمعات الدينيه، كتسمع عندنا اسره محترمه واسره يعني في امان، كتنشا في نشاه اسلاميه ربانيه. الناس اللي هما يا لهم ان يفطروا في رمضان، لان ماشي كلشي كيصوم، كاينه واحد الفئه الله سبحانه وتعالى دار لهم العذر وقال لهم انهم ما يصوموش. يعني الاسلام مبني على اليسر وعلى عدم الشده. فالناس اللي ربي سهل لهم ما يصوموش، كل من كان عنده المرض اللي هو مريض، هذا المرض انه ربنا قال لنا فمن كان منكم مريضا ومن كان مريضا، هذا خصو لابد انه يفطر. لكن المرض مرض حقيقي، اللي عنده مثلا جرح في الاصبع وما كيتسماش مرض، اللي عنده الزكام ولا عنده السخانه هذا لا يسمى مرض، اللي عنده وجع في الضرس او في السنان لا يسمى مرض، هذا الم الم وغادي يدوز. لكن المرض هو مرض حقيقي اللي الانسان ما يقدرش يصوم معه. ديك الساعه ربي عز وجل قال لي لك ان تفطر، الله رحيم. كذلك اللي هو كيسافر، المسافر، المسافر سفر اللي هو سفر مباح او سفر طاعه، كاين اللي غادي يسافر سفر طاعه يصل الرحيم، او غادي يمشي لشي مكان فيه شي مسجد او شي مركز ديال العلم، هذا سفر طاعه عنده الاجر والثواب. ولا كان سفر مباح يعني للسياحه ولا للتجاره كله مباح، الى الانسان قطع اكثر من 80 كيلومتر ثم شعر بالتعب وهو مسافر له ان يفطر. ربنا اعطى هذا الرخصه، قال ان الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. يعني في الغالب قالوا العلماء يشعر بالسفر بالمشقه، عنده مشقه زائده له ان يفطر، خصوصا ايام زمان كان الناس كيسافروا على الدواب وكانت الحراره مفرطه وكيكون العطش. حنا اليوم الحمد لله عندنا سيارات مكيفه، عندنا التسهيلات كثيره، ولكن كاين اللي كيسافر واحد السفر طويل وصدف واحد اليوم اللي هو مشمس وحار كيعاني الى ما قدرش يصوم، الله تعالى اعطى هذه الرخصه، قال لي فعده من ايام اخرى، يعني كيفطر اليوم ويعاود يرد ذاك اليوم في بعد رمضان ان شاء الله تعالى. ايضا من الذين لهم ان يفطروا في رمضان المراه الحائض. المراه الحائض الحيض هو دم طبيعي، ربي كتبوا على بنات حواء عندهم في اوقات معلومه ملي كتجي دم الحيض معناه ان المراه لا تصوم. علاش؟ لان ذاك الدم كيخرج منها كيستنزف لها الطاقه، كيستنزف لها القوه، والله تعالى رحيم بالعباد. وزيد على المراه الحائض المراه النفساء، المراه اللي كتوضع المولود وكيبغي يخرج منها الدم بسبب الولاده، حتى هذه ايضا كتالم وكيستنزف الطاقه ديالها، الله سبحانه وتعالى قال لهم فعده من ايام اخرى. وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض والمرأة النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة مقدسة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، الصلاة نفت وقتها ما بقات تعاود ترجع، ولكن الصيام حتى كيكون غير مرة كنحاولوا أننا نقضي بإذن الله تعالى. وكذلك المرأة إذا كانت حامل ولا كانت مرضعة، المرأة اللي كانت مرضع واحد السؤال اللي تعرضت ليه السيد كيقول لك مراتي كترضع، واش إلا رضعت في نهار رمضان غتكون فطرات؟ لا لا علاقة بالإفطار، المولود كيرضع في الأم ديالو صيامه صحيح، لأن داك طعامه، هذه ماشي علاقة عاطفية جنسية، هذه علاقة ديال الحياة. ربي عز وجل ملي كيولد المولود يفجر له عرقا في ثدي أمه، في الثدي الأولى في طعام، والثدي الثانية في شراب، في الصيف يكون باردا وفي الشتاء يكون دافئا، هذه كرامة الرحمن، ربي كيعلمنا بأن الرزق مضمون. الناس كيتخاصموا على الرزق كيبقى يفكر إمتى رزقي غيتقطع، ورزقك مضمون، شوف لما كنت راضيا
الله تعالى جاب لك الطعام من تدي امك بلا تعب ولا مشقه، وحتى الام ما كتشري ما كتنفق، يعني كتجلس وكيفيض عليها الحليب، حتى ان بعض النساء اذا ما رضعتش هي كتشعر بالالم في تديها. فالمراه الى قدرت انها ترضع وشعرت بالصحه والعافيه وولدها مزيان تصوم، لكنها اذا شعرت بان هذا الصيام كيجيب لها السخفه والعياء، وان اللبن في ثديها قل والرضيع غادي يبقى ما ياكلش، هنا اباح لها الشارع الاسلامي انها تفطر من اجل رضيعها. كذلك شبيه بها المراه الحامل، المراه اللي كانت حامله وقادره تصوم ما شعرت لا بتعب ولا بمشقه لها ان تصوم، لكن في الغالب المراه الحامل كتكون سخفانه، ما عندهاش القدره فاش تحرك، كتفيق في الصباح الباكر كتشعر بالجفاف في حلقها، وكتشعر بان ضربات نبضه القلب ضعيفه، وكتشعر بان القوه ديالها هزيله، خصها تاكل. لماذا؟ لان الحمل اللي عندها في بطنها ياكل منها وياكل معها. فربي عز وجل الرحمن الرحيم اباح للمراه الحامل والمراه المرضع انهما يفطران في رمضان، وبعد ذلك ان شاء الله قال لنا دوما فعدة من ايام اخر، يعني ماشي الفدية خاصها القضاء، الفدية لمن كتكون؟ الفدية كتكون عن العاج عن الصيام لكبار او لمرض لا يرجى برؤه، هادو هما اللي عندهم الفدية. انسان مثلا عنده واحد المرض خبيث، الله يسترنا ويستركم، عنده مثلا السكري طالع بزاف او التونسيون طالع بزاف وما صعيب باش يرجع، او عنده سرطان والعياذ بالله، او عنده مرض الكلى او غيرها من الامراض، هذا مرض لا يرجى برؤه ولا حتى بيبرد سنين. وكذلك لكبار، انسان صار فات 60 70 ولا الله يرحم ضعفنا، حنا كنبداو ضعاف وكنتهيو بالضعف، اذا كان كبير السن وعاجز عن الصيام هذا كيفطر، هذو هما اللي عليهم الفديه، العاجز لكبار او لمرض لا يرجى برؤه، هذا اللي قال فيهم الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يطيقونه بمشقة زائدة، راه يقدر يصوم. كاين بعض الناس كبار كيقول انا باغي نصوم، هو يقدر يصوم ولكنه بمشقة زائدة، ملي كيصوم ربما الطبيب كيقول لي راه كتهدد الأعضاء الأخرى في الجسد، راه ربما كيتأذى لك الكلي، كيتأذى لك البصر، كيتأذى لك كذا، فكيقول لي من الأفضل أن تفطر. ايضا من احكام الصيام في رمضان، كان كيتسالوا الناس كثير على اللي مات لا قدر الله، مات وعليه صيام، ماذا عليه ان يفعل؟ هنا العلماء قالوا بان الانسان يصوم عليه الورثه ديالو كيصوموا عليه، او يفدون عنه فدية، وغادي يكون إن شاء الله تعالى العمل صحيح بإذن الله. هؤلاء كلهم أفطروا، لماذا؟ لأنه عندهم عذر شرعي، ربي سبحانه وتعالى اللهم ارحم ضعفنا كيراعي الصحة ديال الإنسان، كيراعي القوة ديالو، وجاب لنا رمضان ليس للمشقة وإنما جاء به للعبادة وجاء به لتنظيف الجسد، ولكن أصحاب الأعذار الشرعية قلهم الله تعالى انهم يفطروا ومن بعد يقضيوا بعد رمضان، واللي ما يقدرش يصوم نهائيا يفدي اطعام مسكين عن كل يوم. كاين قضيه ثانيه وهي اللي فطر وهو ليس من اصحاب الاعذار الشرعيه. كاين واحد الناس فطروا في رمضان ربما اشقى له راسه، هذا عليه احكام اخرى. الانسان الذي افطر بلا مرضين ولا سفرين عليه أحكام أخرى، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أولا عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر أطعم 60 مسكينة، هذه الكفارة لمن أفطر في رمضان عمدا. شي واحد ربما قال له راسو أجي نفطر، إما شرب الماء وإما أكل الطعام وإما جامع زوجته
او غير ذلك من الامور. كاين شباب كيوقع عليهم هكذا، وكاين الشباب اللي عندهم بعض الجمعيات الحقوقيه كيقول لك كل واحد هو حر في راسه، حريه فرديه، لكن من بعد كيتندم مع الحال وكيقول يا ربي اجدرت، كيسول ماذا قال الفقه الاسلامي. كنقولوا الشريعه الاسلاميه قالت لنا ان من افطر في رمضان عمدا فعليه ليس القضاء، وانما عليه الكفاره والقضاء جوج، يقضي ذلك اليوم ويكفر عن خطيئته. هذه الكفاره كتكون على الترتيب ماشي التخيير. الترتيب كيكون اولا عتق رقبه مؤمنه، لكن عتق الرقبه اليوم ما بقاش، العبيد لم يعودوا في البلاد الاسلاميه ولا في العالم برمته تقريبا، وقد يعود من يدري، لان الحياه السياسيه والصراع بين الحق والباطل دائما موجود، ممكن تنقلب المفاهيم ويعود الظلم وتعود الدكتاتوريه ويعود الاستبداد ويعود الرق من جديد. راه الرق راه في امريكا حتى العشرينات من القرن الماضي، ومازال الرق موجود في امريكا وسوق النخاسه ويباع ويشترى. يعني واحد 100 سنه كان مازال الامر عادي جدا جدا، كان يعتبر بأول. الان في افريقيا الجنوبيه والبيض والسود. المهم احنا الحمد لله في العالم الاسلامي ما كاينش الرقاب، لان الشريعه الاسلاميه هي هدفت منذ ان انزلها الله تعالى انها تنهي العلاقه مع الرق، مع العبوديه. ولهذا ربنا شرع الكفارات، الكفارات معظمها عتق رقبه، عتق رقبه، عتق رقبه. كل عمل يترتب عليه كفاره الا وربنا شرط وفرض عتق رقبه، هذا اول شيء. فاذا ما كانش عتق رقبه ماذا يفعل من افطر في رمضان عمدا؟ عليه صيام شهرين متتابعين، لابد ان يصومهم متتابعين. لكن يقدر يقول الانسان اني ما نقدرش، انني صمت نهار واحد ولم استطع ان افطر، ان اتابع الصيام. هناك يقول العلماء اذا لم تستطع عليك اطعام 60 مسكينا، انك غتجمع المال وغتطعم به واحد 60 مسكين، وبذلك تكون باذن الله تعالى من الذين ربنا سبحانه وتعالى غفر لهم، والا فامرك الى الله جل جلاله. الافساد ديال الصيام عنده اسباب اللي كيفسد الصيام. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.